إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمرحبا بكم في درس جديد من دروسنا في أحكام ومناسك الحج. ونسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يرزقنا جميعا حجة إلى بيت الحرام، وأن يرزقنا جميعا زيارة لمسجد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا ذنوبنا، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. الإخوة الأحباب، يعني تحدثنا في درسنا الماضي في يوم الأحد الماضي عن أحكام العمرة ومناسك للعمرة، والآن بما شاء الله سبحانه وتعالى نتحدث أو ندخل في مناسك مناسك الحج. تبقى لكم كم تقريبا، كم أحد كده على عبد العزيز؟ 9 أيام أو 10 أيام، يعني الأحد الماضي تكونوا موجودين ولا تكونوا الأحد المقبل أقصد؟ حنطلق يوم الثامن إن شاء الله، الثامن في هذا الشهر. في الشهر إذن الأحد المقبل تكونوا موجودين يعني إن شاء الله بإذن الله. طيب، إحنا كما قلنا بأن معظم الحجاج يأخذون بالتمتع في موضوع الحج، يعني الأول يذهبون لعمل العمرة، ثم بعد ذلك يتحللون بعد أداء مناسك العمرة، ثم يبدأون في مناسك الحج في اليوم في اليوم الثامن من ذي الحج، اليوم الثامن اللي هو بيسمى بيوم بيوم التروية. جيد، يعني إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم الحاج من مكانه. شوف أنت في المكان اللي أنت فيه بتلبس ملابس تلبس ملابس الإحرام، ويفعل عند إحرامي بالحج كما فعل عند إحرامي بالعمرة من الغسل ووضع الطيب وينوي الإحرام بالحج ويلبي التلبية، طبعا لبيك اللهم لبيك، وصفة التلبية في الحج كما يعلمها معظمنا، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. طبعا في العمرة بيقول لبيك اللهم عمرة، يعني ده يعني في نيته، يعني لما في الحج بيقول لبيك لبيك حجا، انه خلاص عارف انه داخل في مناسك داخل في مناسك الحج. ثم بعد ذلك بيخرج او يتم الخروج الى منى، فيصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، قصرا يعني الظهر بيصلى ركعتين، العصر ركعتين، المغرب طبعا ليس فيه قصر، 3 ركعات، العشاء ركعتين، من لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة بمنى ولا يجمع، يعني ما بيكونش فيه جمع بين مثلا الظهر والعصر، لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، ولا بين المغرب والعشاء، إنما بتصلى كل الصلوات قصرا، الظهر كما قلنا ركعتين، العصر ركعتين، وهكذا من غير من غير جمع بين الصلوات. وكما قلنا بتتم الصلاة قصر من غير جمع، وده يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين اليوم الذي بعده اللي هو اليوم التاسع من ذي الحجة، اللي هو يوم يوم عرفة، إذا طلعت الشمس يوم عرفة صار من منى إلى عرفة، فإذا زالت الشمس يعني اللي هو بعد الزوال، يعني صلى الظهر والعصر على ركعتين مع الجمع، جمع تقديم، يعني بيصلى العصر مع وقت مع وقت الظهر، هذا بيسمى جمع جمع تقديم، يصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وده طبعا يعني مهمة، لأن طبعا خطبة عرفة معروفة ومشهورة، الخطيب يقوم بهذا الأمر. وثم يتفرغ بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، يتفرغ بقى الإنسان كده للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. خلاص بقى انت واقف بعرفات،
فبينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى وادعو الله عز وجل بما إيه بما شئت، وادعو لنفسك ولإخوانك ولأبنائك ولأقاربك ولأرحامك ولمن يعني ولمن أوصاك أن تدعو له في 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 عرفات. طبعا يعني معروف حتى أن أفضل أيام الله سبحانه وتعالى هم عرفة، حتى الناس الذين لم يزوروا الحج بيصوموا يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من صام يوم عرفة فإن الله سبحانه وتعالى يكفر له ذنوبه إيه سنتين، سنة ماضية وسنة إيه وسنة مقبلة. ومعروف أن الله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده بالرحمة والمغفرة والرضوان في 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 يوم عرفة، ويقول لعباده أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، يعني الله سبحانه وتعالى يغفر لهؤلاء الناس الذين وقفوا بعرفات ولمن شفعوا فيه، يعني ولمن دعوا له. والشيطان يتحسر في هذا في هذا اليوم ويقول يا ويلتاه أضلهم طوال العام ويغفر لهم في هذا اليوم، يعني من كثرة رحمة الله سبحانه وتعالى وفيضات الله سبحانه وتعالى على الحجيج في يوم إيه في يوم عرفات. فالإنسان سبحان الله بيغتنم يعني هذا اليوم في الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى والتضرع والدعاء لله عز وجل. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموقف العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني إذا أراد الإنسان أن هو يعني يستجم قليلا بالحديث مع أحد من إخوانه، طبعا يعني في ربما في في أمور الدين، ولا يقرأ مثلا ما تيسر له من من الكتب، المهم لا يخرج في 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 عن نطاق الأمور ليه، لأن طبعا ده يوم كامل، ولا المهم لا يخرج الإنسان عن نطاق الأمور ليه الدينية، لا يخرج إلى أمور دنيوية. يعني كما يشاهد ربما تجد بعض الحجيج لا يغتنم هذا اليوم ويظل يتحدث مع من بجواري، يظل يفعل كذا ويظل يفعل كذا، لا، هذا اليوم يغتنم في الذكر والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. فإذا غربت الشمس، يعني بعد غروب الشمس في يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة، يسير الحجاج إليه إلى مزدلفة. فالله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر إليه الحرام واذكروا كما هداكم. فإذا وصل الحجاج إلى مزدلفة بيصلى بها المغرب والعشاء جمعا، برضو بيتم الجمع بين المغرب والايه بين المغرب والعشاء، ويتم المبيت بمزدلفة. فاذا تبين الفجر خلاص بقى ده فجر يوم الايه يوم نحل يوم العيد، يوم الثامن ده يوم الايه التروية، يوم عرفات اللي هو يوم التاسع من ذي الحجة، يوم النحر اللي هو يوم الايه العاشر. يعني كل يعني هذه الايام كل ايام كل يوم ليه اسمه كده، يوم الترويه اليوم الثامن، يوم التاسع يوم عرفه، يوم العاشر يوم اللي هو يوم النحر اللي هو يوم العيد، وبعد ذلك بتبقى ايام الايه ايام التشريق، اليوم الاول الحادي عشر والثاني عشر والثالث ايه والثالث عشر، دي اسمها ايام الايه ايام التشريق. فالمهم في 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 يوم النحر في اذا تبين الفجر صلى الحجاج الفجر مبكرا بأذان وإقامة، ثم يقصدون المشعر الحرام ويوحدون الله سبحانه وتعالى ويكبرونه ويدعون الله سبحانه وتعالى بما إيه بما أحب من الإيه من الدعاء. فإذا أفضتم من عرفات كما قلنا أو كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فاذكروا الله عند المشعر الإيه الحرام واذكروه كما هداكم. ثم قبل أن تطلع الشمس يدفعون إلى منى، لأن في طبعا في رمي الإيه في رمي يعني من مزدلفة إلى إيه؟ إلى منى، عشان موضوع الرمي إيه؟ رمي الجمرة، طبعا في جمرة العقبة، وفي ثلاث في يعني الكبرى طبعا والصغرى والوسطى، كل جمرة بترمى بسبع إيه؟ بسبع حصيات. طبعا مع كل حصاة بتكبر، يعني بيقول الله أكبر. وإذا فرغ بعد رمي الجمرات بيقوم بذبح الايه بذبح الهدي، مع ان معظم الحجاج بيكونوا متمتعين او يعني اما متمتع واما قارن، فبيقوم بذبح الايه ذبح الهدي. ثم بيتم بعد ذلك حلق الايه حلق الراس ان كان ذكرا، المراه طبعا لا تحلق انما ايه تقصر من شعرها. ثم بعد ذلك يتم النزول الى مكه
ويطوف ويسعى للحج. طبعا بعد ليه؟ بعد ذبح الهدي وبعد الحلق بيكون في الطواف والسعي لليل الحج. لانك انت طبعا لانك انت في الاول عملت طواف ليه؟ طواف العمره والسعي لليل العمره اللي هو بالنسبه للانسان الايه؟ المتمتع. انما بعد في بعد عرفات وفي يوم النحر وبعد ان يذبح الانسان هديه او بعد ان يذبح الحج هديه وبعد ان يحلق وشعره بياتي الى مكه ويطوف طواف الايه؟ طواف الافاضه ويسعى طبعا بيتبع الطواف او بعد الطواف بيتم السعي بين الصفا والايه؟ بيتم السعي بين الصفا والمروه. ثم بعد الطواف والسعي بيرجع الى منى مره ايه؟ مره اخرى ويبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني ايه؟ والثاني عشر عشان برضه رمي الايه؟ رمي الجمره. الله سبحانه وتعالى يقول: واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تاخر فلا اسم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم لا تحشرون. طبعا بيتم رمي الجمرات الثلاث اذا زالت الشمس في اليومين اللي هو اليوم الحادي عشر والايه؟ والثاني عشر. طبعا بيرمي الجمره الاولى وهي ابعد الجمرات عن مكه بسبع حصيات متعاقبات واحده بعد الاخرى، ويكبر طبعا مع كل حصاه الله اكبر، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا بما احب. وبعدين بيرمي الجمره الوسطى ايضا بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاه، ثم يرمي جمره العقبه بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاه، ثم ينصرف ولا يدعو بعدها. إذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ونزل من منى، يعني من الممكن أنه يرمي الجمارات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فقط وينزل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث يعني في اليوم الثالث عشر. يعني في بعض الناس يعني أو الكثير من الناس ربما يرمي الجمارات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فقط وينزل من منى، وده لا حرج عليه لان الله سبحانه قال: فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تاخر فلا اسم عليه. يعني اذا اراد لا حتى ولو بدون عذر ليس هناك مشكله، يعني ديت يعني رخصه من الله سبحانه وتعالى. وان شاء تاخر فبات بها ليله الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال على نفس الطريقه التي ذكرناها. والتاخر افضل، يعني اذا طبعا كل يعني اذا تاخر الانسان ورمى الجمار في اليوم الثالث عشر بيكون ايه؟ يكون افضل على كل حال. طبعا اذا اراد الانسان ان يخرج من مكه الى بلده خلاص، يعني لان كده بتعتبر انتهت مناسك الحج، اذا اراد انه يخرج من مكه الى بلده لم يخرج حتى يطوف بالبيت، وده بيسمى بطواف الايه؟ بطواف الوداع. يبقى في طواف القدوم، في طواف الافاضه، وطواف الايه؟ طواف الوداع. طواف الافاضه ده اللي هو بيكون في اليوم الايه؟ العاشر، اللي هو في يوم النحر يعني، او اللي عندنا هنا بيسمى بيوم الايه؟ العيد. بعدما يذبح الهدي وبعدما يحلق راسه بيطوف طواف الايه؟ الافاضه، ويسعى اللي هو سعي الحج وطواف الايه؟ الحج. لكن بعد ان خلاص في ناس ستذهب من مكه الى المدينه يعني على حسب البرنامج المعدل، فبيطوف طواف الايه؟ الوداع وينطلق. وفي ناس بتذهب من الايه؟ من مكه، في ناس الاول بتذهب للايه؟ للمدينه، ثم اذا تاتي للايه؟ تاتي الى مكه، ومن مكه بتذهب للايه؟ لبلدانها، فايضا يطوف طواف الايه؟ طواف الوداع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. يعني ما فيش حد يطلع من مكه الا يعني ايه؟ يكون اخر عهده بمكه هو الايه؟ هو الطواف بالايه؟ بالبيت. وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الإيه؟ عن الحائض. يعني المرأة لو كانت حائضة ونفساء خلاص ليس عليها طواف الإيه؟ طواف الوداع. ويجعل طواف الوداع آخر عهد بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر، فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة، يعني انتظار ناس كانوا معه، أو تحميل رحله، أو اشترى حاجة في طريقه، فلا حرج عليه ولا يعيد للطواف إلا أن ينوي تأجيل سفره، مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف الوداع ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلا، فإنه يلزم إعادة الطواف ليكون آخر عهد بالبيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو طاف مثلا طواف الوداع وبعد ذلك تبين له أنه ممكن هيستمر يوم ولا شيء، يبقى برضه في آخر ما يزل إيه؟ يطوف طواف، يعني ما يقولش لا أنا أطوف، لا يعيد طواف الوداع مرة إيه؟ مرة أخرى.
هذا بالنسبة لمناسك الحج، يعني شفته خفيفة هي وظريفة، والحج عبد الكريم كان قلقان من هذا الأمر يقول لك يعني كيف إن لا يعني أمور سهلة، يعني بعض الناس سبحان الله ربما هم الذين يذهبون الحج لأول مرة يظنون أن الأمر صعب، وأن يظن ربما يتخيل أنه ذاهب إلى صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا يجد لا ناس ولا علماء. لا يا عم الأمر سهل إن شاء الله بإذن الله، وحج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله بإذن الله. ناخد أسئلة وبعد كده نكمل إن شاء الله، لأن طبعا في زيارة للمسجد النبوي، وبرضه هنتحدث شوية عن الإحرام، لما تلبس ولبس الإحرام ماذا تفعل وما لا تفعل إلى آخره. الشيخ مسألة سمعت ربما الأجنبي ما خرجش زين طبعا، بالنسبة للخروج من مزدلفة إلى يوم النحر العاشر عند الرمي، ذكرت الوسطى والصغرى والوسطى والكبرى، في فقط رجم العقبة الكبرى فقط يوم النحر في يوم النحر يعني؟ ما فيش يعني بترمى جم؟ لا ذكر سمعت شوف أزيد ذكر فقط رمى الجمرة العقبة، وهي دي اسمها جمرة العقبة، بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ولما يفرغ بيذبح هديه ويحلق رأسه، اللي هي جمرة العقبة. لا لا لا، الوسطى والصغرى ده في اليوم الحادي عشر والثاني والثاني عشر، ده بالنسبة لل فضل. بالنسبة للذبح الهدي نعم، هو طبعا بالنسبة للهدي الآن تقريبا في يعني صك بتاخذه وينتهي، يعني انت من الافضل هو كان الاول كان الانسان بيقوم بذبح هذه الى اخره، ولكن الان هم طبعا يعني قننوا هذا الامر، واصبح موضوع الايه موضوع الهدي ده خلاص من خلال صك او من خلال مبلغ انت تدفعه وتاخذ انك انت يتحلل الاحرامي. نعم يعني ما هذا ما سنبينه ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله. في تفضل. بالنسبة للطواف الإفاضة نعم، ممكن يأخر طواف الشمال من بعد النحر، ما تخليه حتى اليوم الأخير، يعني اليوم مش اليوم الأخير، اليوم مزلف من مينا يعني انت بدل ما وصلت بعد ذبح الهدي بعد جمره العقبه والذبح الهدي وحلق الراس بتعمل طواف الافاضه ثم تعود الى منى مره اخرى، ترجع ممكن تاخره على لا لا لان بيبقى اصلا بتبقى يعني لان هو الطواف ده ركن من الاركان وفي نفس الوقت انت بتبني عليه ما بعده، وهي اساسا الرحله بتكون معدها كذا، يعني الرحله اللي انت او الفوج اللي انت موجود فيه يعني بيتم اعداده على اساس انك انت في يوم النحر ويوم العاشر بتذهب وتعمل طواف اليوم وبعد ذلك تعود الى منى، لانك انت ممكن حبيت في منى طبعا ليلتين او ثلاث ليال على حسب الايه على حسب البرنامج، يعني انت بطبيعه الحال بيكون طواف الافاضه موجود في الايه في البرنامج، يعني شيخ المساله دي فيها صعبه، ربما بعض العلماء يحل ان في رمي جمرة العقبة الكبرى يكون اكثر زحام، ولهذا وهذا ان في الترتيب انك تمرر اذا رمز جمرة العقبة ثم ترجع للنحر ثم الحلق، لكن في ناس يجدون صعوبة فينحرون ويحلقون ثم يذهبون الى رمي جمرة العقبة بعد الزوال، لان بعد الزوال يعني التقديم والتاخير بين الذبح والحلق وال هذه امور لا حرج فيها، اغلبيه بيروح الصباح ما بغوش نشوف المأكول، انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، يعني اذا قدم الانسان شيئا على شيء فليس هناك حرج، يعني في موضوع يوم النحر، لان يوم النحر هو بيعتبر يوم اساسي في موضوع الايه في موضوع مناسك، يعني مش يوم يعني بيبقى يوم مليء بالايه مليء بالمناسك، انت في يوم الثامن فقط بتبدا بعمليه الاحرام، يوم الترويه، يوم التاسع بيكون في عرفات، اليوم العاشر هو بيكون يوم مزدحم ما بين رمي جمره العقبه ما بين الذبح ما بين الحلق وبعدين طواف الافاضه، فبيبقى يوم مزدحم بالاعمال، فمن الممكن يعني ان يقدم شيء على شيء، ليس هناك حرج، من الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل في هذا الباب يعني قال لان من سالوا افعل ولا ايه افعل ولا حرج، يعني الامر ايه الامر ميسور. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى والنزول إلى مكة بعد الفراغ بالرمي للجمرات، وعندما ينتهي الحج من الرمي والحلق وطواف الإفاضة يباح له كل محظورات الإحرام حتى للنساء. طيب، يعني ربما يكون الأمر كما يعني اختلاف مثلا فقه بين الفقهاء ولا شيء، لكن على كل حال يعني إذا أراد الإنسان يعني أخذا بهذا الرأي الفقهي أن هو يؤجل طواف الإفاضة ريثما ينتهي من رمي الجمرات في اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم السابع عشر، فخلاص هذا جائز. طيب، جزاك الله خير. يعني إذا 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 كان مبرمج، لأنه يعني لابد أن نعلم أيضا أنك في مثل هذه الأمور يعني لا تتحرك بمفردك، أنت بتتحرك في إطار إيه؟ في إطار مجموعة، في قافلة، لأنك لأنك أنت دمت بين ملايين من الناس، فأنت لن تغلو. وبعدين أنت مش يعني أنت مثلا متعود هنا في إيطاليا تركب سيارتك تروح المسجد تروح كذا تروح كذا، لا، الأمر هناك مختلف، فأنت بتتحرك مع إيه؟ مع مجموعة من الناس. فما يمكنش هم هيروحوا يعملوا طواف الإفاضة مثلا في اليوم العاشر انت تقول لهم لا انا خلينا انا الواحد اروح اعمله يوم الايه اليوم السادس عشر، او هم هيروحوا يعملوا يوم السادس عشر تقول لهم لا انا خلصنا اروح اليوم الايه اليوم العاشر. فيعني العملية لها برنامج لابد فيه من التنظيم، حتى لانك انت سبحان الله اعداد من الناس، الجو شديد الحرارة، في ازدحام، في كثرة أعمال، فلا بد أنك أنت تكون ملتزم بالإيه؟ بالبرنامج المعد لهذا الأمر. فإذا يعني أكرمكم الله سبحانه وتعالى وعملتم طواف الإفاضة في اليوم العاشر، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، إن أجل ريثما يتم الانتهاء من الأعمال في منى من رمي الجمرات وخلافه، فليس في هذا حق. جزاك الله خير. مثلا الشيخ اليوم العاشر هو اصعب يوم بالنسبه للزحام، الاخر ذكر طواف الافاضه لان كثير من المجموعات لا يجدون وسائل النقل يجدون زحام فلا يستطيعون حتى الذهاب الى فيروحون متاخرين حتى بالليل، ولهذا في الاقارب يجوز ان نفر تاخير طواف الافاضه من باب الزحام الناس الكبار يعني، هو من السنه كما قلت يا شيخ يعني نعم في نفس اليوم طواف الافاضه ثم ترجع، لكن في زحام ممكن. واحنا كما قلنا هو الامر فيه يسر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وما جلى عليكم في الدين من حرج. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى كما ذكرت سابقا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر، ممكن واحد مثلا حلق قبل ان يذبح الهدي او ذبح الهدي قبل ان يفعل كذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول افعل ولا ايه؟ افعل ولا حرج. يعني افعل ولا حرج؟ يعني افعل وهذا امر ايه؟ جائز، طالما انك يعني قمت بالاركان الاساسيه من طواف ومن سعي ومن وقوف بعرفات ومن رمي للجمرات، فالامور يعني اذا قدم شيء او اخر شيء فليس في هذا ايه؟ فليس في هذا حرج. جزاك الله خير. نعم. بالنسبه لرمي جمال العقبه جمع الحصيات، وش يعني من الضروري ان تجمع من مزدلفه ام تجمع من ميناء الحصيات؟ والله هي يعني اذا جمعت من تكون من مزدلفه ثم تروح ميناء لرمي الجمل، هل تجمع الحصيات من مزدلفة حتى في الصباح الباكر تروح مباشرة إلى ميناء لرمي جمال العقبة، تجمع من ميناء أم من مزدلفة بالنسبة حتى الأيام الأخرى؟ يعني أنا أظن والله أنها تجمع من ميناء، يعني أنك أنت يعني بتأخذها من ميناء وترمي بها، يعني إنما لا أظن أنها تجمع من مزدلفة يعني. في صف في الطريق لا، ما هو انت في المكان الذي تستنزل فيه السياده حصيات صغيره، هم بعدين هم بيعدوها، ما هو يعني بيبقى في اعداد لهذا الايه؟ اعداد لهذا الامر يعني. لا تقلق، الجمرات موجود ولا تاخدها معاك مكتوبه ان في ولا تاخدها معاك من الصوره اليوم الاول تجمع من مزدلفه والباقي تجمع من مينا. يعني اذا 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 كان في متسع انك انت تاخذها من مزدلفه، هو الأصل هو الرمي. الأصل هو الرمي. إذا أتيت بها من مزدلفة، ده شيء بسيط يعني سبع حصيات يعني صغيرة بقدر النواة. فإذا أتيت بها من مزدلفة وكانت موجودة معك فليس فيها زحام. إن أخذتها من منى فهذا جائز. يعني الأمر فيه سعة كما قلت. ما أنت عندك لا سبع حصيات وفي كل جمرة من في كل يعني جمرة العقبة سبع، أنت قصدك المجموع كامل يعني نعم المجموع كامل ما أنت عندك يعني سبعة اضرب بقى في 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 كل جمرة من الجمرات هكذا يعني. وبعدين بعد ذلك يعني
يعني اريد بس ان اتكلم في موضوع محظورات الاحرام. في اسئله يعني تحب التحدي؟ في سؤال في هذا الامر؟ الاخير. طيب تفضل. بالنسبه للجمع في مزدلفه في المغرب والعشاء، هل يكون جمع تقديم ام جمع تاخير؟ لان في الخروج من عرفه هناك من يصل في وقت المغرب، هناك من يصل في الوسط، وهناك من يصل في اخر الليل. فكيف يكون الجمع؟ الجمع يكون الجمع بينهما على ساعه ان تصل في اي وقت، ساعة أن تصل بتجمع. يعني إذا وصلت متأخرا خلاص يبقى اسمها، هذا يسمى جمع تأخير لأنك أنت ذهب وقت المغرب. لا لا، إذا وصلت يعني قبل وقت العشاء بتجمع، يبقى هذا اسمه جمع إيه؟ جمع تقديم. إذا وصلت متأخرا على حسب الفوج وعلى حسب الرحلة فبتجمع بين المغرب والعشاء، جمع إيه؟ جمع تأخير. هذا بالنسبة للجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. في أسئلة أخرى في هذا الباب؟ هذه الليلة يكون سنة غير المبيت مزدلفة، ما فيش عيش العيب بالنسبة. الموضوع اللي هتكلمنا فيه الآن بس الأخوة مش هتعطيني فرصة اللي هي اللي حق. ما هذا هو. الآن نتكلم إن شاء الله بإذن الله في موضوع الإحرام، لأن هو ده موضوع مهم في الحقيقة، لأن ده يعني في بتكون في مثلا ايه يعني عقوبه ان الانسان اذا ارتكب محظور من محظورات الايه الاحرام. بسم الله. فمحظورات الاحرام هي الامور التي يمنع منها المحرم، سواء كان محرم طبعا بحج او بعمره، منها طبعا ازاله الشعر من الراس بحلق او غيره، وكذلك ازالته من بقيه الجسد على المشروع. يعني طبعا بيمنع من ازاله اي شيء من الايه، اي شعر طبعا، لا شعر الراس ولا اللحيه ولا اي شعر من الايه، من الجسد. ايضا تقليم الاظافر، تقليم الاظافر سواء أظافر اليدين أو الرجلين، إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط ولا شيء عليه. يعني مثلا فرضا يعني حدث شيء مثلا في أصبع من الأصابع وتصاب منه بضرر ولا شيء، ففي هذه الحالة ممكن أنك أنت يعني تقص هذا الشيء البسيط وينتهى الأمر. يبقى إذا إزالة الشعر هذه الأشياء تسمى بمحظورات الإحرام، محظورات الإحرام يعني إزالة الشعر، تقليم الأظافر سواء أظافر اليدين أو الرجلين، دي كلها دي أشياء ممنوعة. إزالة الشعر، تقليم الأظافر، استعمال الطيب، استعمال الإيه؟ استعمال الطيب يعني العطور وهذه الأشياء خلاص لا تستعمل. استعمال الطيب أيضا من الأمور المحظورة، استعمال الطيب بعد الإيه؟ بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما. أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام ده فإنه لا يضر بقاءه بعد الإحرام، لأن الممنوع في الإحرام في ابتداء الإيه؟ ابتداء الطيب دون الإيه؟ دون استدامته. يعني لو واحد مثلا وضع الطيب قبل الإحرام واستمرت رائحته فلا شيء في هذا. النظر طبعا والمباشرة بشهوة يعني لزوجته، يعني طبعا متحلل أن ينظر إلى امرأة منه في أيام الحج. ايضا من الامور المحرمه لبس القفازين، القفاز اللي بيكون في اليد يعني، وقتل الصيد. طبعا الصيد هو الحيوان الحلال البري المتوحش مثل الظباء والارانب والحمام الى اخره والجراد. ما فيش واحد كده يلاقي حمامه كده قدام الحرم ولا بتاع، فلا يعني قتل الصيد ديت امور ممنوعه. فاما انما صيد البحر فحلال، يجوز للمحرم صيد السمك من البحر الى اخره، لان الله سبحانه وتعالى يقول في سوره المائده: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم ايه؟ وانتم حرم. وانتم حرم طبعا جمع محرم، يعني يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم ايه؟ وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الى اخر الايه الايه. طبعا لبس المخيط، اي شيء مخيط بيحذر على المحرم لبس المخيط، وهو ان يلبس الثياب ونحوها على صفه لباسها في العاده. يعني لما لا يلبس قميص ولا فانيلا ولا سروال الى يعني هذه الامور يحذر لبسها. فلا يجوز طبعا للذكر لبس هذه الاشياء، انما المراه لا، الذكر فقط هو الذي يحذر.
غادي يكون تحت الاحرام ليه؟ الثوب اللي يكون تحت الاحرام هو دابا كان الشيء الا كان تحت الاحرام هو في اثنين يعني الرداء ده اللي في الاعلى والازار اللي هو في الايه في الاسفل مكان وين كتصوب واحد الطريقه مزيان واحد الصوره تطلع يعني ما يطيحش ان شاء الله احنا واحد كاين شي توب كيديروه من تحت من تحت يعني ما فيش مشكله المهم ما يكونش فيه شيء مخيط يعني ما يكونش ما يكونش مخيط قال لي ما يكونش مخيط ما يكونش مخيط مش مشكله انا عادي طالما ما يعني انما ما يكونش بحال مثلا السروال اللي احنا نلبسه ولا مش مخيط خلاص انا لكن الشيخ في هذه الحلقه هو ثلاثه اولي رداء وازار وثوب اخر يعني هو طالما انه غير مخيط المحظور هو مش مشكله المحظور هو لبس المخيط انما اذا اراد ان يلبس شيئا تحت الازار فليس فزعا او منه هو مش مشكله يعني منه فيه او شيء اخر تهازمه مش مشكله طالما انه شيء غير مخيط فلا حرج عليه ان شاء الله ويجوز لبس ساعه اليد الساعه ويجوز لبسها نعم لا الصمتة ديت ما دي خارج الملابس ديت لا 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 علاقة لها لا ديت مش مشكلة لأن ديت لا لا ديت مش لباس يعني زيها مثل زي الساعة زي نظارة العين فربما بعض الناس سبحان الله تضر الشمس في عينيه فيلبس ملابس فيلبس الايه فيلبس شيئا على عين النظارة ولأن هذه الأشياء لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست في معنى المنصوص على منع بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمائم القميص ولا العمائم يعني شيء يوضع على ليه على الرأس ولا السراويلات ولا البرانس ولا ليه ولا الخفاف يعني شوف أي شيء لا ديت لا لا ما هو حتى فرق في الحديث ولا العمائم لا بعد ما تتحلل ماشي انما هنتكلم وانت لابس ملابس ليه الاحرام انما فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن بما 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 لا يلبس عن السؤال عما يلبس دليل على ان كل ما عدا هذه المذكورات فانه مما يلبسه ليه المحرم يعني كل ما يعني اي شيء يعني لم يرد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يجوز ان يلبسه ليه يجوز ان يلبسه المحرم المظلة جائز طبعا المظلة مش ليه لا تلبس وإنما ديت بيظل بها من الأنعام وأجاز صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه فمثل ومثل نظارات العين لاحتياج لابسها إلى وقاية عينيه وأجاز الفقهاء وعلى المشهور من المذهب لبس الخاتم للرجل المحرم يعني لو لبس الخاتم برضو ليس فيه حرق ويجوز للمحرم ان يلبس السراويل اذا لم يجد الازار ولا ثمن الازار يعني كان هكذا انسان فقير ولا شيء ولا يجد الازار ولا ثمن الازار فيجوز ان يلبسه وان يلبس الخفين اذا لم يجد النعلين ولا ثمن النعلين لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس الايه السراويل نعم العمرة في يوم في ساعتين في ساعة ده احنا عشان كده انت بتكون اسمه متمتع يعني عمل العمرة وتحلل ويظل متحلل الى يوم الثامن من ذي الحجة مزيانه وعشان كده مزيان عشان كده بتسبح الهد ده قمة المزيان مش مزيان بس طب نكمل اللي هو موضوع المحظورات الحرام بعد كده ويحذر ايضا تغطية الرأس نعم احرام قعشريين عرفه هذه انت يعني تبقى بملابس الاحرام يعني لا انت شوف انت هتروح على مكه ولا على المدينه انت في في انت ان شاء الله ذهب هذا العام هتذهب يعني رايح 19
نهار 19 11 ده 19 اللي يكون فات الحج. انت هتحج في المغرب ولا ايه؟ هتحج فين يعني؟ ربما يكون هيحج في مراكش والله اعلم. لا 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 ما لا 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 مش معنى انك انت مش معنى شوف يا اخوانا مش معنى انك انت هتلبس ملابس الاحرام وانت في المطار ولا وانت في الطياره ستظل به الى نهايه الحج. لا 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 مش ممكن. لا ده انت بمجرد بمجرد ما تؤدي العمره خلاص بتتحلل ويحل لك كل شيء حتى على زوجتك معك وتريد انك انت تنام معها ليس هناك عرض يحل لك كل شيء. وبعدين بتلبس وبعدين بتحرم مره اخرى في يوم الثامن من ذي الايه من حج الحج يوم الثامن اللي هو يعني قبل عرفه بيوم يعني قبل يوم العيد بيوم يعني الامر سهل يعني. هي معلومه اخرى من بعد العمره في الحج وقت ياخذ يقول الانسان الاحرام دياله لا لا هو لا في الحج كيبقى عندك مش نهار مش ساعتين ايام الحج هذه تامن جاسع 10 مش ممكن تتغطى يعني كان في النوم يعني مش ممكن يتغطى ولا مش يتغطى لا لماذا؟ مش مشكلة مش من لباس هذا هو اللي خارج عن اللباس لا لا مالهاش علاقة انت وانت انت مش محرم ايام الحج فانت تقصد في ايام الحج ولا في ايام الحج وانت محرم وانت محرم في ايام الحج وانت محرم بتقول ايه اللي لا يجوز النوم يعني اذا كنت نايم ما تغطيش راسك في النوم في وقت النوم لا تغطي راسك باي شيء يعني على اساس انك محرم تخلي وجهك لا ما هو انت في الاول وفي الاخر انت في الاول وفي الاخر محرم يعني لا تضع اي شيء من الملابس المخيطه على راسك لا 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 تضع اذا ما تغطيش راسك لا لا ما يعني من الافضل ان تغطي لا لا انا ظننت ان السؤال في الوقت ظننت ان السؤال في الوقت اللي هو بين العمره والحج نعم ايوه لا ربما لان في البعض ربما يفهم من هذا الامر اللي هو في كل الايام سواء كان محرم ولا غير محرم او بين العمره وبين الايه او بين العمره وبين الحج في وقت الاحرام طبعا من محظورات الاحرام تغطيه الراس بملاصق يعني شيء ملاصق للراس كالعمامه والغطره والطاقيه وما يشبه هذه الاشياء فاما غير الامور الغير المتصله بالراس كالخيمه مثلا والشمسيه والمظله وسقف السياره فلا باس به لان المحرم هو ستر الراس دون الاستظلال يعني لو استظللت بشيء مفيش مشكله انما المحرم هو الايه او المحظور هو الايه هو ستره الايه ستره الراس طبعا من الامور طبعا التي تحرم على النساء دون الذكور النقاب المراه لا تغطي وجهها وهو ان تستر وجهها بشيء وتفتح لعينيها ما تنظر به ومن العلماء من قال لا يجوز ان تغطي وجهها لا بنقاب ولا ايه ولا غيره الا ان يمر الرجال قريبا منها فانه يلزم أن تغطي وجهها ولا فدية عليها سواء مس أو غطاء أم لا. بس ديت اللي هي محظورات الإيه؟ محظورات الإحرام. تفضل. حاجة غريبة بالنسبة في يوم أيام الإحرام يعني في يوم الحج الإنسان عايز ينام مثلا ما ينام. نعم. لكن في ناس ما يستطيعوش الضوء يتحملوا الضوء. فيضعون اشياء على عيونهم العين شيء حتى يغطي وجهه يعني العين العين شيء والراس شيء العين هي في الوجه يغطي هكذا لابد انه بص تعالي طبعا حتى في اركان الوضوء في حاجه اسمها غسل الوجه ومسح الايه ومسح الراس يعني اذا الوجه شيء والراس ايه والراس شيء اخر نحن نتحدث عن الراس لا نتحدث عن الوجه وجهك اذا اردت ان تغطيه وغطيه مفيش مشكله ما انت يجوز انك انت تضع نظاره للعين عايز تريد ان تغطي عينيك ليس هناك حرج في ناس يضجوا على الارض وياخذ رداء فوطه نقول فوطه يلوح على وجهه على راسه كلها هكذا يعني وين على سبيل الضوء هذا فيه مشكله لا يعني يكتفي في التغطيه بتغطيه وجهه فقط
لا يغطي، لا يغطي رأسه بشيء ملاصق لراسه. كنشوف نعم جزاك الله خير. انا اول مره اسمع حد ناس بيتغطوا في الطواف. حسين انت اول مره تروح في صدى اول مره تروح حتى الراس باي شيء لا باي شيء لا بالنسبه للرجل هو لو خفف جائز، ولكن الافضل له الحلق، اسمه الحلق. الحلق انك انت بتحلق كل شيء، تحلق كل شيء سواء بالموس سواء بالماكينه سواء باي شيء. تحيه كل شيء من الله. اي الله. وبعدين حتى الرسول قال لك اللهم ارحم المحلقين، يعني الذين حلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا لهم بالرحمه. انما يعني من أحسن الإنسان يزيله يزيل. نعم. هنكتفي بهذا القدر بعد. تفضل. الإنسان كاتي محظورات. الإنسان لو وقع في محظور يعني. ما هو لو وقع بقى في محظور من محظورات الإحرام، في طبعا في كفارة أو في فدية لهذا ليه في هذا الأمر يعني. طبعا بالنسبة لل لفعل المحظور، إذا إنسان يعني فعله جاهلا ولا متعمدا، فيعني الله سبحانه وتعالى يعني مثلا في موضوع إما إطعام ستة مساكين أو وإما صيام ثلاثة وإما صيام ثلاثة أيام، يختار ما يشاء من هذه الأمور، اللي وإما أنه يذبح شاه، إما ذبح شاه وإما نطعم ستة مساكين وإما بيصوم ثلاثة أيام. ومعظم الناس طبعا موضوع ذبح الشاة بيكون صعب شويه بالنسبه لها، فبيختار ان هو يصوم ايه، بيختار ان هو يصوم ثلاثه ايام يعني كفديه لهذا الايه، لهذا المحظور الذي ارتكبه، صيام ثلاثه ايام. فانت طبعا عشان لا تعرض نفسك للصيام ولا للطعام ولا للذبح، فبتحاول بقدر الامكان انك انت لا ترتكب محظور من محظورات الايه، من محظورات الحرم. جزاك الله خير. بعد ذلك ان شاء الله باذن الله نطير الى المدينه المنوره في 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 زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل الحديث طبعا في يوم الأحد المقبل إن شاء الله بإذن الله. ولو كان هناك أي أسئلة أخرى يعني في هذا الميدان إن شاء الله نحاول إحنا نجيب عليها برضه في يوم الأحد إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجكم مبرور وأن يجعل سعيكم مشكورا وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، واجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.